بلي. فندخل على إن شاء الله تعالى على جوجل ونستعرض أحد أدوات البايو انفورماتيك الأخرى اللي هي اسمها مالتيلين. مالتي وليس مالتي، مالتيلين. بمجرد ما أضغط على المالتيلين ندخل على الخيار الأول، فراح يطلع لي هذا الآن هذه الصفحة maltilin.tolosintra.fr/maltilin. anyway، فهذه عادة توفر لي sequence alignment بإخراج يعني مختلف تماما عن اللي شفناه بالكلوستل أوميجا وبالNCBI. يعني على سبيل المثال الآن لو عندي مثلا هذا السيكونس حصلته وشيكته وتأكدت من عدة ومكان الطفرات، وعندي مجموعة اللي هي سامبل A، سامبل B، سامبل C، سامبل D، سامبل E، F، G، H إلى آخره، وكل سامبل بطفرات شكل معينة، وأخذتها هذني عن طريق الفينش تي في وتأكدت من الكروماتوغرام اللي فتحت إياه برنامج الفينش تي في، وحددت مكان الطفرات وقريت الطفرات إلى آخره. ثم الآن صار عندي سيكونس، أريد أقارن الآن العينات باستخدام هذه التقنية. الآن أريد أسوي أوتكم يكون مختلف عن اللي تكلمنا عنه سابقا. مجرد ما أنه أنسخ السيكونس، طبعا مثل ما تكلمنا سابقا أنه دائما السيكونس لازم يسبقه علامة الأكبر باللغة الإنجليزية واسم السيكونس، ثم بعد ذلك سبيس، ثم بعد ذلك السيكونس يكون كامل بدون سبيسات، وبين سيكونس وسيكونس لازم عدي سبيس. فمجرد انه ما احدده كله اسوي له كوبي، وبعد ذلك اذهب الى المالتيلين اللي تكلمنا عنها اليوم واسوي له بيست، وكل ما في الامر السيكونس مالتي انسخته ولصقته بهذا البوكس. ثم بعد ذلك أطي start multilin، فراح يطلع لي بهذا الشكل. الآن اللي presentation اختلف تماما، زين؟ يعني على سبيل المثال عندي الآن هذه الصورة، وهنا أنا عندي السامبلات رتب لي ياهن A، زين؟ طبعا مو أبجدي، وخلالي الكونسنس اللي هو نسبة التشابه، يعني في حال كلهن A خلالك capital A، في حال اكو بعضهن مثلا طفره، مثلا هنا على سبيل المثال عندي طفره لون لي مكان التشابه تي 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 تي، وهنا اعطاني مثلا بلاك جي، زين، وهكذا. فتشوفون اكو فد نوع من انواع التمايز بالبرزنتيشن. طيب هذا السيكونس فيما يخص هذا الداشات، هذا الداش معناه اكو واحد من السيكونسات بطفره حشر، يعني على سبيل المثال هذا السيستين، السيستين هنا محشورة، في حين كل السيكونسات اللي أنا قارنت فيها ماكو بينهم سيستين، زين. طيب شنو هذه الداشات؟ هذه طفرة حذف، تشوف إنه كل السامبلات بيهن 1 2 3 4 5 6 7 نيوكليوتيدات، بينما هذا ما بيها، مثلا على سبيل المثال صاير عندي حذف لهذا الكلوستر كله، 7 نيوكليوتيدات محذوفة من هذا السامبل مالتي، مجموعة السامبلات وبها طفرات، وهكذا. تشوف مثلا على سبيل المثال سامبل أي بموقع حدود 145 بطفرتين طفرات حشر، زين. تشوف انه ايضا سامبل أي هو اكثر طبعا واحد بطفرات حشر، تشوف هنا جي، بينما سامبل بي بطفرات حذف، هنا عندك محذوفة، هنا عندك ايضا محذوفة. على سبيل المثال هنا السيكونس كله متشابه باستثناء سامبل جي، او العفو سامبل اي بطفره هنا تي، فهنا انا ميز ليها. طيب هل بالامكان انه اغيره؟ طبعا هذه صوره، يعني هذه بالامكان انه احفظها مباشره، اعطيها سيف از واحفظها، او افتحها مثلا على سبيل المثال هنا طلعت لي هاي الصوره، فبالتالي هذا هنا الداتا اللي حصلتها، زين، حصلتها بشكل صوره وليست بشكل مثل اللي شفناه بالكلوستال اوميجا. طيب
هل بالإمكان أسوي أوبتمايزيشن لهذا الشكل؟ أي بالإمكان. مثلا على سبيل المثال إذا ننزل إلى الأسفل Presentation Options for Result Page as a Colored. زين، فالخيار هنا Image، طيب أقدر أغيره؟ أي بلي، عندك مثلا على سبيل المثال HTML TXT راح يحول لي من صورة إلى TXT، فمجرد ما أختار TXT HTML TXT وأعطي Apply Change الآن تغير صار بشكل سيكونس بشكل داتا، أقدر أسوي لك كوبي بيست الآن فاختلف الآن الوضع. طيب هل بإمكان أنه أكثر أسوي أوبتمايزيشن؟ يعني على سبيل المثال الآن هذه إذا رجعنا للصورة بإمكان أسوي كثير من التفاصيل، يعني على سبيل المثال باك جراوند أغير اللون مالته، على سبيل المثال هذه الكتابة هنا أنا أغير اللون، على سبيل المثال هذا نوع الخط أقدر أغير لونه وأغير نوعه سنسوي بولد، وهذه التفاصيل كلها تلقوها هنا بالأسفل اللي هو font options مثلا txt size for image only، يعني هنا مختار medium bold. medium bold مقصود بهذا، إذا تشوفون هنا طبعا هاي المسطرة توضح أماكن القواعد النيتروجين، يعني من هذا قاعدة رقم 1 هذا قاعدة رقم 10 فبيناتهم من 1 إلى 10 من 10 إلى 20، يعني على سبيل المثال هذا 19 هذا 18 وهكذا. طيب فبالتالي هنا عندي هذا السايز زين ايضا يلعب دور. طيب هل بالامكان انه اغير هاي الاعدادات؟ اي بالامكان، انه على سبيل المثال الان اذا اختارينا غيرنا نوع الخط مثلا من ميديوم بولد الى مثلا تيني يعني كلش صغير راح نشوف انه صار الحجم جدا صغير. زين يعني الحجم الان صار صغير. مثلا هل اقدر اسوي مثلا لارج؟ اعطي ابلاي تشينج، اختار لارج، اختار ابلاي تشينج، صار الان شكل مختلف تماما. زين وهكذا، مثلا على سبيل المثال سمول، اعطي سمول واعطي ابلاي تشينج فتغير الشكل ايضا طلع سمول. طيب راح نرجع الآن لأن هو الميديوم بولد هو أحلى شيء تقريبا، والآن تغير طبعا رجع إلى ميديوم بولد. طيب هذا اللون أقدر أغيره مثلا لون الكتابة ولون المسطرة؟ أي تقدر تغيره منه. text color for image only، هنا مثلا نختار على سبيل المثال لون مثلا على سبيل المثال بلو، فالآن راح يتغير طبعا إذا نرجع هنا هذه الكتابة كلها راح تتغير تصير لون أزرق والمسطرة والأرقام راح تصير لون زرقاء. اختار بلو، اختار apply change، فتشوفون هنا تغيرت المسطرة صارت لونها أزرق، وصارت هذه هنا عندي الأعداد باللون الأزرق. طيب وكذلك تقدر تغير الألوان red green black grey white إلى آخره. هسه احنا راح نرجع إلى black. رجع بلاك. طيب هل السيكونس اقدر اغيره؟ اي باك جراوند كلر، يعني على سبيل المثال الان عندي هذه الباك جراوند لونها ابيض، اوكي خلي اسويها مثلا لونها اصفر، اختار مثلا يلو باك جراوند كلر، اعطي ابلاي تشينج فصارت عندي الان شنو الباك جراوند لونها اصفر. طيب هل الالوان هذه اقدر اغيرها مالت السيكونس؟ نعم نفس الحال. هاي كونسنس كلر، هاي كونسنس كلر، High consensus color يعني السيكونس المتشابه بنسبة كبيرة، يعني هذا السيكونس اللي صار باللون الأحمر هو المتشابه بنسبة كبيرة. فهنا أنا مثلا السيكونس المتشابه بنسبة كبيرة مثلا تختار له اللون اللي تريده، مثلا على سبيل المثال تختار له مثلا violet فتغير اللون صار لون violet. زين فهنا ايش سويت؟ سويت كانه ميزت الكلر. الان اذا رجعت مثلا وايت باك جراوند، العفو هذا بلاك الباك جراوند وايت راح يطلع لي بهذا الشكل. طيب السيكونس الان اللي المختلف اللي بطفرات اقدر مثلا اميز، على سبيل المثال اعطيه
اللي هو low contrast color، أعطيه مثلا لون black، وهذا مثلا أعطيه لون على سبيل المثال خل بقي violet حتى أميز ذاك الطفرات مكان الطفرات مالتي. فتلاحظون الآن مكان الطفرات صار أوضح، بحيث أنه الآن قراءة مكان الطفرات جدا واضح، وهكذا يعني على سبيل المثال natural color زين وهكذا. يعني هذه هنا عندي optimization بالشكل اللي أريده. طيب خلينا نغير الباك جراوند، مثلا نختار مثلا على سبيل المثال بينك مثلا، شو لون يطلع تعبان جدا. anyway فانا عندي امكانيه الاوبتمايزيشن نسويها عن طريق المالتيلين اللي يوفر لك كثير من الامور. طيب هل بالامكان انه مثلا اخفي السيكونس الكونسنس الهاي برسنتج كونسنس، يعني السيكونس المتشابه، فقط اظهر السيكونس المختلف، يعني فقط مكان الطفرات احدد نوعيته؟ اي بالامكان ذلك. Output style مثلا هنا نختار على سبيل المثال differences. إذا أعطيته differences وقلت له apply change، راح يطلع لك السيكونسي المتشابه بالشريط الأول، تمام، ومكان الطفرات يطلع لك إياها فقط. يعني يقول لك هذه A ترى صايرة بكلهن بهذا الني G، بس هنا باقية T ترى، عفوا A، هنا أيضا باقية A، وقال لك إياها جوا ترى هذه A للي أنا ما كاتب لك إياها. يعني فتشوفون هنا التمايز يعني صراحة أسهل للعين، بحيث إنه واحد يعرف وين مكان الطفرة. ونفس الحال إنه أيضا بالإمكان مثلا على سبيل المثال نسوي cases. الكيسز بهاي الحالة شنو؟ مكان الطفرات راح يسوي لهم حرف small، فتشوف إنه مثلا هنا كلهن G، النسبة العالية هي C صايرة الطفرة، فخلالك إياهن capital وخلالك الأقل تشابها زين بشكل G، وهكذا زين جي سمول ما خلالك اياها كابيتال. نفس الحال هنا متشابه جي اي كابيتال، نفس الحال هنا سي سمول. فهنا بالامكان ايضا انهم غيره مثلا الكيسز. طيب الان مثلا على سبيل المثال انا اريد، عفوا مو 130، اريد اطوله بعد اكثر، مثلا اريد اخلي اللاين هذا يصير 150 حتى يظهر لي الداتا كلها، او مثلا الورقه صغيره ما تكفي 130، يعني لما اخذها وانسخها على الوورد الصفحه الصوره ما راح تطلع بشكل جيد. هنا تقدر بالامكان انه تغير اللاين، على سبيل المثال بسوي انا 50، يعني يبدي من رقم 1 وينتهي ب 50، اعطي ابلاي تشينج، فنشوف الان تغير الشكل صار من 1 الى 50. اخوان وياي ما اعرف انا اذا احكي اذا اكو مشكله، هل واضحه الامور؟ صوتي واضح؟ نعم بيكار واضح. ماكو أي مشكلة؟ إخوان سؤال استفسار قبل ما أكمل؟ وياك دكتور، بس بلا زحمة سجل المحاضرة؟ والله أنا صار يعني شبه سجلتها، ونشوف إن شاء الله بالنهاية إذا سجلت لا زين، يعني فعلت الخيار. يا حياكم الله. تمام. فهذا فيما يخص المالتيلين، أداة جميلة جدا زين، عن طريقها أقدر أني أسوي optimization وأظهر الـ sequence alignment ماتي بالشكل اللي أريده زين كشو. في عندنا أداة ثانية اسمها box shade، طبعا هاي بالإمكان أنه أنزلها رأسا، يعني أسوي لها open image in a new tab، فطلعت لي بهذا الشكل، أقدر أنزلها بشكل صورة على سبيل المثال copy image، ومن ثم بعد ذلك أروح مثلا على سبيل المثال للword، وأسوي لها paste، ونزلت الصورة هنا بشكل صورة. بما أنه مثلا الصورة الresolution مالتها ما عجبني، أرجع مرة ثانية وأسوي optimization، وهكذا اغير الباك جراوند، اغير الالوان، اغير الى اخره. طيب هذا فيما يخص المالتيلين. احنا سابقا اذا تتذكرون اظهرنا الداتا بشكل مختلف تماما،
يعني قلنا انه اكو اداه تسوي لي بوكس شيدنج. احنا هذه المحاضره فقط للشو مات الريزلت مات السيكونس الالاينمنت باستخدام يعني اونلاين تولز مختلفه. فنرجع للسيكونس مالتنا اللي هو هذا اللي هو مالت مجموعه سامبلات حصلناها من السيكونس. وراح نسوي له اوردينري يعني كل شيء ما اغير هو نفس الاعدادات مالت المالتيلين. واعطيه ستارت مالتيلين وراح يطلع لي بشكل نورمال بهذا الشكل اللي هو الشكل الاولي اللي اخذناه. الان اذهب الى خيار اسمه result as a fast file. result as a fast file لما اضغط عليها راح تطلع لي الان بهذا الخيار. طيب هذا الخيار حتى انه اشغله على اداه اخرى اللي راح نتكلم عنها بعد قليل اسمها البوكس شيد، لازم اخذ هذا السيكونس على فايل يسموه FA الامتداد مالته FA يعني فاستا وليس على الوورد. يعني ما اقدر هذا النسخه على الوورد وانما على الفاستا. فاحنا سابقا طبعا تكلمنا عن هذا الشيء عن كيفيه تنزيل الملف بس ما قلنا انه شنو امتداده. اذا نذهب لل NCBI ومجرد ننزل اي فايل يعني فايل سيكونس اي سيكونس مجرد حتى انه اخذ الفايل واسويه كتمبليت كقالب. على سبيل المثال هذا اللي تكلمنا عن البروتين واي بي 1 موجود بالمايكوبكتيريا تيوبركيلوسيس. فمجرد ما اكتب واي بي 1 مايكوبكتيريوم تيوبركيلوسيس راح يدخل لي مباشرة على الداتا مات هذا البروتين. اروح على الجين داتا ثم بعد ذلك اروح على الجراف اذا تتذكرون واحدد اي سيكونس يعني راندملي مثلا هذا الجين. ثم بعد ذلك مثل ما قلنا انه ننزله بشكل ملف فاستا. الان بدا يحمل ونزل عند الفايل. هذا الفايل يفتح يعني الان اذا كتبت عليه مثلا فاستا فايل اللي اودي على سطح المكتب اسوي له بيست. الان هذا اذا فتحت الفاستا فايل راح يطلع لي بشكل txt. كل ما في الامر الداتا مالته احذفها فصار عندي الان تمبليت كقالب. زين وارجع علما الى المالتيلين الى الخيار اللي اني خرجته اللي هو هذا الاوت بوت. اذا تذكرون قلنا انه بعد ما سويت السيكونس الاينمنت اذهب الى خيار اسمه result as a fast file وكل ما في الامر الان كل ما في الامر هذا السيكونس اللي انا حصلته اللي هو طبعا نفس السيكونس مالتي بس كل ما في الامر خلاني وين اكو مكان طفره داشات داش هنا داش هنا داش هنا داش هنا. زين رتب لي بشكل داش هذا مكان طفرات يعني على سبيل المثال هذا هنا اكو طفره حذف مقارنه بالبقيه فخلاني مكانها طفرات لانه بالاصل بالسيكونس العادي اللي عندي بالوورد اللي تطرقت له قبل شويه اللي سويت له كوبي بيست بالمالتيلين ما موجودة هذه مكان الداشات. فالآن كل ما في الأمر راح أسوي له كوبي وأوديه على اليمين على التمبليت مالت الفاستا فايل اكستنشن راح أسوي له بيست. الآن أنا نسخته بهذا الفايل. طبعا ما أقدر أنا أستخدم التي اكس تي مباشرة ليش؟ لأنه التي اكس تي راح يعطيني امتداد تي اكس تي اما هذا الفايل فهو امتداده FA. صحيح هو يفتح الفايل TXT بس هو بالحقيقة هو مو ملف TXT. فالان كل ما في الامر راح احذف هذا الكلام اللي هو موجود فوق كلهم راح احذفهم
وصار عندي الآن السيكونس جاهز حتى أروح إلى أداة ثانية اسمها box shed. وكل ما في الأمر راح أقول file save، راح أسيف الفايل. طبعا اليوم دا أشتغلاني على الماك بوك اير بدل نظام الويندوز، عندي يعني هاي حاسبة ثانية ماك بوك، بس هو نفس الشيء سواء كان ويندوز أو سواء كان أبل، زين هو يشتغل على الاثنين. وكل ما في الأمر مثلا هناك بالأبل يطلع لك النافذة تختلف، فأنت تختار فايل وتختار سيف. الآن بعد ذلك راح أغلقها. إذا رجعت الآن إلى الفاستا فايل اللي هو نفس الفايل مالتي وفتحته راح يطلع نفس الداتا اللي أنا خليتها. طيب الآن ننتقل إلى الأداة الثانية اللي راح نستخدم بها الأوتكم، يعني الداتا اللي رتبناها من برنامج الكلوست المالتيلين راح نستخدمها وين؟ في برنامج اسمه أو أونلاين تول اسمها البوكس شيد. بوكس شيد حتى نحصل على هذه الأداة نكتب إنه شيد سيكونس alignment with box shade. اسم الأداة box shade، بس لا تكتب box shade واحدة ما راح يطلع لك بالجوجل، فاكتب shade sequence alignment with box shade راح تطلع لك الأداة أول خيار shade sequence alignment with box shade. راح نضغط عليها راح تفتح لي الآن هذه النافذة اللي هي صفحة online tools اسمها box shade. بوكس شيد هنا راح نلود الفايل اللي قبل شوي سويناه بالمالتيلين واللي امتداده FA يعني فاستا. لتشوز فايل وراح نذهب المن الى الديسكتوب ونختار الفايل مالتنا اللي هو الفاستا فايل، وكل شيء ما راح نغير. زين كل ما في الامر راح نقول له ستارت شيدنج. Start shading. بمجرد ما ضغطنا عليه طلع لي download output، يعني نزل النتيجة اللي تريد. وكل ما في الأمر الآن راح أسوي download the format، راح يطلع لي راح ينزل لي بهذا الشكل، ينزل لي بشكل ملف امتداده RTF. طبعا هذا أقدر أفتحه بمن بالمايكروسوفت وورد. راح اختار Rich Text Format RTF واعطي OK. فالآن طلع لي بهذا الشكل، طلعت لي الداتا مالتي زين بشكل مرتب بشكل البوكس شيد. الآن كل السيكونس خلالي اياه موجود ضمن هذا السيكونس مظلل، وفقط مكان الطفرات زين ترك لي اياها، وإذا أكو كان تشابه خلالي الـ background مالته بشكل grey grey color، وإذا أكو مكان طفرة خلالي ياهن بين قوسين زين وخلالي ياهي شيء. فهذين الأداتين صراحة أداتين جدا حلوة لعرض نتائج السيكونس زين ولتمييزها بشكل مرتب ومنسق، حتى انه تقرا النتائج بشكل سريع سواء استخدمت المالتيلين او استخدمت البوكس شيد. زين فكلا العمليتين يعني ناجحه ولها فوائد كثيره. طبعا هنا الاوتبوت انا اقدر اختار كثير من الامور زين، يعني اكو مثلا على سبيل المثال colored يعني على سبيل المثال اذا اختارينا بوست سكريبت، عفوا طبعا احنا كل مرة نكون نسوي ريلود ثم بعد ذلك نختار choose file ومن ثم نختار مثلا على سبيل المثال post script ونشوف ايش راح يطلع. صراحة انا ما مجربه سابقا. ثم بعد ذلك download طلع لي بشكل الآن بشكل ملف PDF، يعني مباشرة هو حول لي على شكل ملف PDF زين بدل الوورد.
جيد، وهكذا. مثلا على سبيل المثال HTML Start Shading Download، مباشرة فتح لي بشكل صفحة HTML اللي هي صفحة إنترنت. وبالتالي اكو هواي تفاصيل. مثلا على سبيل المثال هنا اذا تشوفون ما عندي الكونسنسز. الكونسنسز هو شنو؟ اشاره للتشابه والاختلاف. بالكلوستر اوميجا كانت نجمه، يعني اذا كان كل النيوكليوتيدات متشابهه عبر السامبلات اللي انا جاي اقارن بيناتهم، اذا كل متشابهه الكونسنسز راح يخلي لي بشكل نجمه. هنا مثلا راح يخلي لي بشكل حرف. اذا فعلت هذا create consensus line وطلعت start sharing وطلعت الآن وفتحته نزل لي consensus. فتشوفون هنا نزل لي line جديد. زين، إذا الحرف capital معناه كل السامبلات مالتي حاوية على هذه النيوكليوتيدة. أما إذا كان small letter معناه أكو variation، معناه أنه ترى هذا الفاريشن بالأغلب هو شنو؟ G، أو بالأغلب هو T. زين، وهكذا. في حال اذا ماهو كونسنسز، يعني يا ترى اغلب العينات مالتك ما بيها طفره، هنا أنا اكو طفره حذف محذوفه قاعدتين، او طفره انسيرشن بالسامبل اي، وهكذا. فاكو هواي خيارات. طيب اذا فعلنا input is aligned DNA، ما اتوقع راح يتغير شيء، كل شيء ما راح يتغير، اللي هو اوريدي احنا قاعد نقارن سيكونس مال دي ان اي. هذه الاداتين يعني اليوم اللي تكلمنا عنها اللي هي المالتيلين والسيكونس. طبعا المالتيلين ايضا بها خيار، ايضا مثل ما تكلمنا قبل شويه، انه انا اقدر اخفي كل النيوكليوتيدات المتشابهة بهذه الكيفية وأظهر فقط اللي أريده. إحنا هنا طبعاً يعني غطينا كل الأداتين اللي هي المالتيلين والبوكس شيد. كل المطلوب من عندكم طبعاً إنه ترجعوا لها، ومجرد إنه تروحون خلال ذني الأداتين وتجربوها، واللي هنا طبعاً جداً مناسبات للبرزنتيشن مالت السيكونس، سواء كان على مستوى الثيسز او على مستوى مثلا اذا عندك ببلش بيبر. انا اللي هنا طبعا كملت المحاضره. اذا اكو سؤال استفسار معين، اذا اكو فد شيء معين تحبون مثلا اعيده او اوضحه، ان شاء الله تعالى اكون بخدمتكم. وان اكو سؤال استفسار، مصطفى عمار. نعم دكتور. ها مصطفى، شلونك؟ والله دكتور، يعني هي مجرد انه البرزنتيشن مال الداتا مالتنا نتحكم فيه في هذا الموقع. بلي، بس يعني انت ما تدري ايش قد هي، على الرغم من انه هي سهله، اذا ما عندك علم بها زين راح تكون جدا مزعجه العمليه. يعني لما تيجي عندك انت لما عندك سيكونس على سبيل المثال، الان اغلب الطلاب لما عندك سيكونس حصله من الشركه وطلع له السيكونس، رتبهن بهذه، شلون يقارنهن؟ شلون يحولهن الى جراف؟ شلون يحولهن الى فيجر؟ العمليه صعبه. زين، الا اذا شخص مثلا عنده فد جدحه بسيطه، وبحيث يقدر يروح. الان انا صحيح شرحت اذني الادوات اللي هن كلوستر اوميجا، NCBI، مالتيلين، زين، بوكس شيد الى اخره. مثلا راح يفتحن افاق كثيره على حضراتكم، يعني صارت عندك خلينا نقول شلون نقول الجدحه البدايه. بالتالي راح تعرف انت شلون راح تتعامل ويا السيكونس، شلون راح تدخل على المواقع، زين، وتبحث وتلقى اكو هوايه ادوات كثيره جدا. والبايو انفورماتيك يعني صراحه الادوات اللي بيه أكثر من أن تحصى، لأنه يوميا أكو أداة شكل تسهل العمل. يعني إحنا شفنا مثلا على سبيل المثال أداة الريفيرس كومبلمنتري،
ايش قد عملية سهلة جدا اذا استخدمت هذه الاداة اللي تكلمنا عنها، مجرد انه اخلي السيكونس والاداة هذه وحدها اللي هي التول اللي موجودة اونلاين تول تحول لي، بدل ما اني ادوخ واروح ادور برامج واحاول انزل برامج. وكذلك الحال ايضا تصميم البرايمرات، كذلك الحال في كل امور البايو انفورماتيك. يعني البايو انفورماتيك صراحة علم على الرغم من انه هو سهل ويسير، الا انه الداتا اللي تقدر تطلعها من عنده كثيرة جدا. زين، واكو بعد داتا بالبايو انفورماتيك، عفوا يعني منصات بالبايو انفورماتيك جدا متقدمة، جدا جدا متقدمة، تتجاوز مرحلة البرزنتيشن ومرحلة التحليل الى مرحلة البريدكشن. شلون اسوي بريدكشن للبروتين ستراكشر، شلون اطلع ال 3 دي ستراكشر مال البروتين. طبعا هذا بريدكشن مو داتا يعني حقيقية. يعني قصدك مثل المولكيولر دوكن، اي يعني مثلا على سبيل المثال اكو مواقع تغذيه تعطي انت السيكونس مال البروتين راح يطلع لك شكل الثلاث الابعاد. زين، صحيح هو هذا مو شكل البروتين 100%، هو بريدكشن، هو عباره عن سيميوليشن مسوين محاكاه، بس بشكل او باخر يعني بالامكان انه اعتماده. وبالتالي انه طالب البحث هو يعني عنده شيء فلسفه philosophy of something، فبالتالي يحتاج من عنده انه يكثر حكي، يسوي برزنتيشن، ياتي بشغلات جديده، بحيث انه هذه الامور اللي يحصل عليها لما يجي الشخص الاخر ويقراها زين ايضا تكون عنده افكار اخرى تتولد على ضوء الداتا اللي سواها الباحث، وهكذا بحث شيء يكمل اخر الى ان يوصلون الى حقيقة معينه يريدون يجاوبون عليها بالبحث. احنا لهنا طبعا انتهت المحاضره ان شاء الله. ان شاء الله تعالى يوم غد محاضرتنا يعني راح تصير حضوريا الساعه 10:30 ان شاء الله بالقسم، وراح يكون عندنا فد يعني فد امتحان بسيط بهذا اللي اخذناه. واذا اكو اي سؤال قبل ما الامتحان، استفسار زين، شيء معين، يا ريت انه تطبقون هذا اللي اخذناه. طبعا ذن اللي اخذناه انا ما اريد يعني اظل كل ساعه اعيد واقول انه مهمات وكذا وهاي، بس انه بالفعل يعني فشيء مفيد جدا ونادر ما تحصله بالدورات بشرح مبسط، الا تشوفه انه مثلا يعني يكون هوسه الطالب يعني يدوخ بها. فهي على الرغم من انه سهله ولكنه جدا مفيده، يعني الشخص اللي يشتغل مثلا سيكونس راح تفيده جدا هاي الامور، راح يطلع مكان الطفرات، راح يعرضها، راح يقول يابا هذا البروتين ما تتغير الستراكشر مالته زين، راح يطلع مكان الطفرات بالبروتين وهكذا. وبالتالي يقدر يجاوب هوايه ويقدر يناقش برسالته ان شاء الله تعالى. انا ادري الحضور هنا هوايه من عندهم هم يعني طلاب متخرجين وعلى ابواب ربما تقديم السنوات القادمه، اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. بس ان شاء الله تكون يعني اللي قدمته في شيء يعني بسيط و مناسب لحضراتكم. ما اعرف اذا اكو سؤال استفسار اجاوب حضراتكم. اذا اكو دكتور ازح مسوق بلي الموقع الثاني اللي اشتغلنا اللي هو الكلاود سيف بلي، هم يصير عليه تعديلات مثل اسمه الموقع قبل اللي هو مطلع اي بلي متكلم قبل شوي التعديلات. لا قصدي على الموقع التفاصيل والله يعني هو سابقا هنا ذني دائما يحدثوهن، يعني سابقا كان يختلف حتى كانت الـ 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 المتصفح الصفحه هذه تختلف اصلا. كان سابقا انه موجود يعني مثلا بوكس وتدخل بيه السيكونس، وكانت اكو خيارات كثيره، مثلا انا اتذكر انه يطلع لك اياه بشكل ملون زين، بس ما اعرف يعني ظهر محدثين ومؤخرين اكو كثير من الامور. ايوه الدكتور اقصد يعني الالوان يقدر يغير عليه التسلسل في اي هو انت ما تغير التسلسل، تقول ما في الامر الداتا. يعني مثلا على سبيل المثال هنا 0.5 the fraction of sequence that most agree for a consensus 0 to 1. يعني عاده هذين لما تغيرهم مثلا اتوقع بالله خلينا نشوف، خلينا نغير مثلا رقم 1 نخليه ونشوف شنو اللي راح يصير. مثلا 0.5 اللي صار هنا اختفى الجراي كلر. اكو بعض النيوكليوتيدات المتشابهة كان مطيها لون جراي. اذا نرجع هنا ونسوي مثلا على سبيل المثال 0.8
هذه من 1 إلى 30 عفوا، هذا كل ما في الأمر العرض الوت، يعني على سبيل المثال الآن لو خليته مثلا 120 شوف شلون راح يصير. الآن فتح لي بشكل شاشة كاملة، خلى لي يبدي من رقم 1 إلى 120 زين وهكذا. فيعني اكو اوبتمايزيشن، تقدر تتغير بالاوبتمايزيشن، بس بشكل عام هو هذا كل اللي يوفره. ما اتوقع بعد اكو فد شيء مفيد يمه، باستثناء انه هذا البوكس شيت. طبعا هذا البوكس شيت تلقاه، يعني تلقاه ببحوث بعض الاحيان، ومن غير الممكن قد ربما واحد يسال يقول انه خوب يابا انا اسويها بالوورد مثلا على سبيل المثال. بالامكان تسويها بالوورد، بس هي هاي بنقرتين ثلاثه هي اوريدي سويت لك اياها. وبعض الاحيان ترى ما يجي بالوورد، يعني مش ما تجي تخلي روحك بيه، ما يجي مثل هذا مرتب وكذا الى اخره. وانا اكو استفسار، اكو فد سؤال معين. السلام عليكم دكتور بسام. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا. طبعا شكرا جزيلا على الدورة، معلومات طيبة. حياكم الله، اهلا وسهلا، الله يحفظكم. عندي سؤال. بلي. قلتوا انه ببرنامج الـ SPDR بلي. بعدين من نسوي جراف ونريد النسخة، شنو هذا الخاص تفضل؟ ها جيد. يعني شنو اللي تريدوا انه عفوا شنو سؤالكم بالضبط؟ يعني بعد ما نسوي جراف نسوي كوبي ونسوي بار، يعني نخزنه بشكل فايل، شنو الفاستا فايل؟ الفاستا فايل شلون مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال البي دي اف هو زين امتداده بي دي اف، او الوورد مثلا امتداده دي او سي اكس او دي او سي مثلا دوكيومنت وهكذا. فالكل فايل اكو امتداد، مثلا برامج التنصيب امتداده اي اكس اي، مثلا برنامج الاكسل امتداده اكس اي ال اس زين. فهذا الفايل، هاي البرامج لما تجي تشغلها معظمها تشتغل عليه على امتداد اسمه فاستا اف اي. اذا تشوفين الفايل هنا امتداده دوتس اف اي بلي. فالفايل اللي فتحه الفاستا الامتداد هو تي اكس تي، برنامج تي اكس تي اللي هو تكست اديت. ولكن التكست اديت يعني ما نقدر انه نسوي فايل تكست اديت ويفتحه فاستا، لا كون ننزله بشكل ملف فاستا ونفتحه بالتكست اديت ونعدل عليه، نضيف السيكونس مالتنا على هذا الفايل اللي نستخدمه كقالب، وبالتالي نرفعه عدما على برنامج البوكس شيب. فقط هذا البرنامج تشوفه؟ اي فقط فقط، يعني ما بيفيد ذيك الفائده. بلى شكرا. بلى وصل الامتحان، الامتحان